اخبار بقى اتحاد الكوره، نروح دلوقتي معاكم للمنتخب الوطني واللي بيستعد اكيد للمعسكر اللي هينطلق في القاهره ان شاء الله يوم 10 يونيو الجاري، استعدادا لمباراه غينيا اللي هتكون يوم 14 من نفس الشهر في المغرب، ضمن الجوله الخامسه من التصفيات اللي بتؤهل اكيد لامم افريقيا بكوت ديفوار 2024. الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقياده البرتغالي فيتوريا طلب من اتحاد الكوره ان هم يصرفوا مكافآت المتاخره عن اللعيبه قبل السفر للمغرب عشان يخوضوا مواجهة غينيا. اتحاد الكرة كمان بيسعى ان هو ينفذ طلب فيتوريا للمساهمة في استمرار حالة الاستقرار اللي موجودة جوه المنتخب ومواصلة الانتصارات قصاد غينيا وكمان ودية جنوب السودان اللي هتكون يوم 18 يونيو في استاد القاهرة عشان يحافظوا برضو على تصنيف الفراعنة. لسه مكملين اخبارنا مع منتخب مصر والبرتغالي فيتوريا عنده قناعه كبيره جدا بثمان لعيبه موجودين جوه النادي الاهلي واكيد هيتابعهم بكره قصاد الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا عشان يضمهم لقائمه المنتخب. لعيبه النادي الاهلي الثمانيه اللي موجودين اكيد في حسابات فيتوريا ويكون ليهم دور في معسكره في مباراه غينيا وكمان في وديه جنوب السودان هم اكيد محمد الشناوي واللي هيكون غايب عن مباراه بكره، وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وكمان أكيد محمود كهرباء.